السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كام بخير. اليوم غادي ندير معكم جاتو نابوليتان. غادي نديرها بطريقه سهله وبمقادير موجوده في كل بيت. غادي نسحقوا 3 حبات تاع بيض، وهذه الرابعه غادي نسحق منها الابيض مع 150 غرام سكر باش ندير به الكلاصاج. وغادي نسحق 150 غرام تاع زبده هكا فوندو. وغادي نسحق للتزيين هادو لي فيرميسال شوكولا، ونسحق لا باتا تارتيني هادي صنع منزلي. غادي نسحق 200 غرام تاع سكر، و 200 غرام تاع فارينا، وساشية تاع خمارة. هنايا 200 غرام تاع فارينا، ونسحق ساشية تاع خمارة ولا ملعقة صغيرة تاع خمارة تاع قهوة، ونسحق ملعقة صغيرة تاع لافاني. هذه لافاني اللي راها الوصفه نتاعها راها في القناه. غادي نسحق 2 ملاعق كبار تاع شوكولا، وقرصه ملح، ويلا على بركه الله نبداو في الوصفه نتاعنا. الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي نجيب 3 حبات تاع البيض. بسم الله، الاولى الزوجه، الثالثة، وهذه نخليها للتزيين حتى من بعد. نضرب البيض نتاعي كما راكم تشوفوا. نزيد ملعقة صغيرة تاع قهوة تاع لافاني ولا ساشية تاع لافاني اللي عندكم. عندك ملعقة هكا معمرة مليح. وغادي نزيد 200 غرام تاع السكر كما راكم تشوفوا. نخلط الكل مليح. وهنا غادي نزيد هذيك 150 غرام تاع زبدة هكا اون بوماد، يعني زبدة بحرارة المطبخ. نشوفوا الخيط نتاعنا كيش ولا شباب ما شاء الله. المرحله هذه غادي نزيد قرصه تاع ملح في عين الشيطان كما يقولوا، ونزيد الفارينه هذيك 200 غرام تاع فارينه، نزيدها غير بشويه، ملعقه صغيره مملوءه مليح تاع خميره الحلويات. نخلطها هكا مليح. نعاود نزيد الفارينة تاني على مرتين ولا ثلاثة. الفارينة هذه نزيدها، ندير هكا باش ما يطلع ليش الفارينة ما تدرش عليا كم اخواتي عرفوها. هذه هنا العجينة تاعي ندير نقسمها على ثلاثة، زوج تاع لي بارتي كيف كيف نخليهم مع بعض، يعني ثلث ثلث نديرها هنايا، وزوج تاع لي ثلث نخليهم في البول هذا، يعني لا بارتي ندير شويه هنايا. فوالا لا بارتي لي بزاف نخليها هنايا. نزيد عليها 2 ملاعق تاع كاكاو، ملاعق كبار تاع كاكاو. هنا قبل ما نبدا في الكاطو تاعي درت الفور يسخن هنا على 180 درجة، ووجدت الصواني
وجدت زوج تاع الصواني كيما راكم تشوفوا. وحده ندير فيها هذا بالكاكاو نديرها هنا. نحاول هكا نسويها مليح، ندير طبقة هكا نحاول هنايا نعطيها سطح مبسط. هنا غادي نديها في الفرن على 15 دقيقه، ما تلفتش اكثر من 15 دقيقه. ايوا دوك نديرها كيما الاخرى 15 دقيقه ما تفوتهاش، ونجبدها ونطلقوا في بعد ان شاء الله. وهنا حبيباتي غادي نخدموا لو غلاساج. غلاساج غادي نجيب حبه بيض، نحي لها البيض بسم الله، فوالا الصفر نديره بجيه، ونجيب هذيك 150 غرام تاع سكر غلاس، ونبدا نطلع فيهم بالباتور الكتريك. نزيده قطرة هكا ولا زوج تاع الليم، عصير تاع الليمون، هاهو داك لاصاج تاعنا. غادي نحطه بجيه، غادي ندير هكا الطبقة تاع التقديم، ندير فيها هكا ورق تاع التزيين باش المنظر تاعنا يجينا شباب. وغادي نجيب الحلوة الأولى نتاعي هاكا كيما راكم تشوفو، غادي نجيب لاباطا تارتيني ونبدا ندهن فيها. غادي نجيب تاع الشوكولا تاع الكاكاو، غادي نقصها هاكا في الوسط. نقص هاد الحواشي، وغادي هاد الوجه نفرغه على هذا هكا غلطه كيما راكم تشوفوا. هنا ندير هكا نسويها مليح، نعطيها الشكل هكا شباب. يعني انا درت غير كميه صغيره هكا باش بغيتو تجربوا هذه الحلوه، جربوها
هكا لما ما نجحتناش ما نكونوش دايرين كميه كبيره ونخسروا فيها. وبعدها ودركا نجيب الكلاصاج تاعي وندير لهم الكلاصاج. ونبدا هكا ندير عليه من فوق. حبيباتي هذا الكاتو نابوليتان راه وجد، هذا هو الشكل نتاعه، جا شباب والبنه ما نقولكمش ما شاء الله. ان شاء الله نتمنى تجربوه وتاكلوه بالصحه والهنا. انا درت هذا الكاتو، جا كاتو صغير هكا، وانتم اللي بغيتو ديروا ان كاتو كبير ضعفوا المقادير والصينيه ديروها تكون كبيره. معليا غير نقول لكم مع السلامه في رعايه الله وحفظه، في فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. ومع السلامه، باي باي.